هدفنا من عرض اليوم اللي هو إلى غزة جسدي طريقي إنه نجمع أكبر عدد من التبرعات اللي هي القرطاسية، الشنتات، الدفاتر، عشان نقدر نوصلها لأطفالنا في غزة اللي هي غزة كمان بلدنا فلسطين، نقدر نوصلها ويتابعوا مسيرتهم التعليمية لأنهم مش ذنبهم في كل اللي قاعد بصير. الهدف الأول. الهدف الثاني اللي هو كديش احنا بنقدر نترجم الطاقة السلبية لطاقة إيجابية في أطفال فلسطين إنه يقاوموا ويدافعوا عن قضيتهم بفنهم وبأجسادهم. هذا العرض عرض لغة جسدي طريقي إلى غزة، تنظم مدرسة سيرك فلسطين في رام الله في جولة عروض في كل الضفة الغربية. من ضمن هذا العرض اللي كان قبل شوي في جامعة خضور بتنظيم من دار كنديل في طول كريم، عرض عكسوا فيه الوضع الأليم اللي مر فيه شعبنا قبل فترة خاصة في غزة. يعني كان العرض لا يخلو من الألم والأمل بنفس الوقت، وإن شاء الله يكون عرض بتوقع يعني كان ممتع للجمهور بشكل عام. عرضنا عرض اسمه جسدي طريقي، يعني بالعرض هذا بس بنقدر نعمل بجسدنا ايش بنقدر نوصل لأنه شوي صغير لأهل غزة، انه ندعمهم شوي صغيرة في الاشياء اللي بتصير عندهم. تفاعل الجمهور كان كثير منيح معنا، تمام، وكانوا مركزين، حسيتهم كثير يعني في اوقات انه بشت الوضع. هدف العرض دعم غزة بس.